عام 55 و900 وألف ولدت الرياض أقوى شخصية عربية، ومن بين 100 في العالم ككل سطع نجمه منذ عام 79 و900 وألف عند انطلاقة أول شركة له، بعد حصوله على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية. ثم أكمل دراسته الجامعية في جامعة سيراكيوس في نيويورك، وحصل على شهادة عليا في علم الاجتماع عام 85 و900 وألف، ليعود بعد ذلك إلى السعودية دون أن ينسى حلمه في إكمال مملكته وإمبراطوريته. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله، إن الله يعطي وليد بن طلال. هي الشخصية التي اتخذت من البساطة مبدأً كإنسان. في نهاية كل أسبوع هناك قصة أخرى في هذا المكان يوثق فيه منذ 30 عاماً روح البساطة وروح العلاقات العفوية التي يبنيها مع آلاف المواطنين الذين يلتقي بهم. لكن اللافت أن الوليد بن طلال يتعامل مع العمل الخيري كما يتعامل مع عمله الرئيس، فيعطيه الاهتمام نفسه وربما أكثر في كثير من الأحيان. فمنذ أن انبثقت مؤسسة الوليد الخيرية عام 96 انتهج فيها الأمير الوليد عملاً مستمراً بالأعمال الخيرية، والتزمت فيها المؤسسة في أن تلعب دوراً رئيسياً مع شركائها في القطاع الحكومي والخاص للمساهمة في التنمية. لم يقتصر دور مؤسسة الوليد الخيرية على تقديم العون الغذائي والمادي، بل تعدى ذلك إلى المساهمة في المشاريع التنموية من خلال تفعيل الاستثمار التثقيفي والتعليمي والصحي. ١٢ مليار ريال هو حجم تبرعات الأمير الوليد خلال 30 عاماً داخل وخارج المملكة. في شهر رمضان من كل عام تبلغ التبرعات 10 ملايين ريال سعودي سنوياً، منها ما يقدم إلى 350 جمعية. هذه شهادتك نافة دي؟ واتباعا لسياسة خادم الحرمين الشريفين في محاربة الفقر وإسهاما في حل مشكلة السكن في المملكة، تبرع الوليد ببناء 10,000 وحدة سكنية على مدى 10 سنوات تقسمت على هذه الأحياء الفقيرة في عدة مناطق: مكة والمدينة وجازان والقصيم والشرقية ونجران، إضافة إلى تبوك وعرعر. كان لكارثة جدة أثر كبير على الرأي العام على مستوى المملكة، تفاعل معها الأمير الوليد بن طلال، تبرع حينها 10,000 قطعة شملت مجموعة من الأدوات المنزلية لإغاثة المتضررين من سيول الغربية، وإتمامها 1,000 سيارة لمتضرري السيول. من جهة أخرى احتلت المساجد وطباعة المصحف الشريف والمراجع العلمية مكانة هامة في مؤسسة الوليد الخيرية، فمسجد الملك عبد الله في أعلى برج المملكة دخل في مجموعة جينيس للأرقام القياسية كأعلى مسجد في العالم، إضافة إلى 50 مسجدا داخل وخارج المملكة. التفاعل مع المعاناة لم تقتصر على أشخاص فقط، فللأمير دور مهم عرفتها أحياء وهجر كاملة. العمل الخيري للوليد تعدى الداخل للخارج والقاصية والداني، مثل مؤسسته الإنسانية في لبنان لدعم مراكز سرطان الأطفال، وأكثر من 30 مشروعا آخر خيري، لتحصل مؤسسة الوليد الإنسانية على ميدالية البابوية. للمؤسسة أيضا دور حضاري كبير تمثل في تبني مفهوم الحوار الديني
بين أتباع الديانات، المفهوم الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين وارتبط باسم المملكة العربية السعودية على المستوى الدولي، إذ يعد الأمير الوليد أحد الرواد في هذا المجال بتقديم المؤسسة المنح لأكثر من 80 بلداً من أفغانستان إلى زيمبابوي. غيض من فيض للوليد الإنسان. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حوار مع كبار، وهذه الحلقة خاصة بكافة المعايير. إن كان هناك وصف يليق باسمه فلن يكون إلا اسمه هو شخصيا، لأنه بات علامة مسجلة للنجاح والتألق والثبات. إنه وجهنا الأبيض الذي لطالما شرف الإعلام العربي في كل المحافل كما شرف به الإعلام الغربي كذلك. إنه صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة مجموعة المملكة القابضة. أهلا بك صاحب السمو. الله يحييك. ويعني شرف اللقاء أولا والترحيب بك بالأردن، هذا بيتك وبلدك. من آخر صورة بجزء استقرت في عينك مشهد الأطفال السوريين في الزعتري اللي ودعتهم قبل دقائق من الآن، احكي لي شو اللي شفته سمو الأمير. لا شك منه منظر محزن ومؤسف إلى أبعد حدود، لأنه هذا ضحايا الصراع أو الحرب الأهلية القائمة في سوريا حاليا. نعم. لكن في نفس الوقت اللي شاهدته من خدمات ومن المنصة اللي قدمتها مملكة الأردن إلى الإخوان في سوريا، منصة لا يستهان بها. وأنا بصراحة زرت الكثير من المخيمات في باكستان، أفغانستان، كينيا، الصومال، دول أفريقية عديدة. لم أشاهد أي مخيم صراحة بهذه التجهيزات الإمكانيات. فشكرا جلالة الملك، شكرا جلالة الملكة، الملك عبد الله الثاني، ملكة رانيا، وللشعب الأردني الأبي للخدمات القيمة اللي قدمها للأخوة السوريين، التي يأمل أن تكون يعني إقامتهم في الأردن الشقيق محدودة، لأنها تشكل ضغط كبير على الإمكانيات المحدودة في الأردن. مسموح ندخل؟ تفضل. ما ها 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 ما Has your visit changed? I mean, has it helped with what you have perceived? We've been following and supporting this cause since long mm-hmm. time, so we are very familiar with that. And today, the Al-Waleed bin Talal Foundation members are with me here, so we are really very familiar with what's happening. We've been supporting this from the inception. But I thought I should come here personally to evaluate and see what's happening here, to really see firsthand. But I was really very impressed by the quality of the service provided by the Jordanian government, headed by the King and Queen Rania. عندما تعود إلى الرياض إن شاء الله بعد القليل بالسلامة،
ولسه عندك ارتباط في الرياض من صباح اليوم بتشتغل، وعندما تريد أن تخلد للنوم شو الأحاديث اللي راح تضلها معك إلى أن تنام من أطفال من أسر تحدثت معهم في الزعتري؟ لا شك بأن اللي رأيته مؤسف جدا ومحزن، لكن نفس الوقت يعني هم خلقوا بيئة يعني استطاعوا يتكيفوا مع الأوضاع بمنطلق ليأس مع الحياة. فلشهدت هناك بصراحة الكثير من الإمكانيات التي أهزتها الحكومة الأردنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة مثل يونيسيف ولا ما إلى آخره. ف يعني كل أمل إنه تنتهي الحرب الأهلية في سوريا في أسرع ممكن، حتى يستطيعوا الجزء الأكبر على الأقل إن لم يكن كلهم، كل الأفراد الشعب السوري الوافدين الآن كلاجئين إلى الأردن وحتى تركيا والعراق ولبنان، نعم، يعودوا كلهم إلى وطنهم سالمين. على المستوى الشخصي وعلى المستوى المؤسسي، لأن الوليد بن طلال هو مؤسسة وليس شخص، ماذا فكرت أن تقدم؟ ماذا فكرت أن تعمل من أجل هذه المأساة الإنسانية الغير مسبوقة في المنطقة؟ ونحن على فكرة علاقتنا احنا مع الأردن الشقيق ومع اليونيسف علاقة قديمة طبعاً، لخدمة يعني اللاجئين والأمور الإنسانية في كافة دول العالم، لكن بالتحديد الآن مع الأردن مع اليونيسف في اللاجئين احنا من بداية الأزمة وحنا في تنسيق مستمر معهم ودعم مطلق من مؤسسة النضال الخيرية لهذا الهدف طبعاً النبيل. نعم، لقائك بجلالة الملك علاقة خاصة جدا تربطك بالملك عبد الله، احكي لي جلالة سيدنا يعني شو الحديث اليوم، يعني احكي لي، مهم انه نطلع على الجانب اللي ما بنعرفه عن العلاقة الشخصية. لا شك من البداية كانت هي بحضور ورعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله لشهادة دكتوراه اللي انا عملت عليه فيها، راح نحكي فيها ضروري، نعم، الجامعة الأردنية، لكن بعد طبعا قبل جلالة الملك بحضور جلالة الملكة، نعم طبعا الاجتماع يعني كان شيق جدا ولائق يعني بجلالته. طبعا علاقتي شخصية معه، وطبعا من الصعب اني انا ابيه حبوح بمحتوى اللقاء طبعاً الهام هذا، لكن طبعا تطرقنا كل امور تخدم يعني مصلحة الاردن والعلاقة بين السعودية والاردن، وتطرقنا شتى المواضيع. انت الملك جات الملك مطلع لابعد حدود، وجات الملكة مطلع ايضا، فالنقاش معهم دائما شيق وانيق. قرر مجلس العمداء منح صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال ابن عبد العزيز آل سعود المعظم درجة الدكتوراه الفخرية في الأعمال الدولية. المملكة الأردنية الهاشمية ينظر إليها على أنها الرحم الحنون والكنف العطوف اللي يرأف بجيرانه في الملمات، يشهد التاريخ بذلك أنه عندما قامت مشكلة الاجتياح الإسرائيلي الغاشم لأرض فلسطين العزيزة في عام 1948 ميلادية، وجد الأخوة الفلسطينيين في الأردن ملاذا آمنا وملتجا حصينا آوف إليه فحماهم من بطش المعتدين، وما زالوا ينعمون فيه بحسن الجوار حتى يومنا هذا والحمد لله. واليوم يشيد المجتمع الدولي أجمع بموقف ليس بجديد على الأردن، ويدين له بالفضل إزاء استضافته لأفواج كثيرة من الإخوة السوريين المستضعفين من رجال ونساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وكما ذكر جلالة الملك عبد الله في مؤتمر القمة الأخير، هناك أكثر من مليون سوري في الأردن، هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم طلبا للنجاة من جحيم هذه الحرب المستعرة في بلادهم، فوجدوا في الأردن، أردن الحبيب، طيب المأوى وحسن الوفادة على الرغم من شح الموارد وقلة الإمكانات، إلا أن أهلهم هنا قاسموهم لقمة العيش وشاركوهم هموم الحياة. هذا هو الأردن، أردن حسين بن طلال رحمه الله. وهذا هو أردن عبد الله الثاني الآن. أما الجامعة الأردنية التي نحن في ظل كنفها اليوم، فغني البيان عن البيان أن نقول أنها تعتبر من أهم المعالم الحضارية والإنجازات العلمية الرائدة في هذه البلاد الأبية، وهي ثمرة من ثمار العهد الباني الراحل رحمه الله الملك حسين بن طلال. فمنذ تأسيسها في خريف 1962 ميلادية، وهي تعنى بتطوير مراكز البحثية التي أسهمت إسهاما فاعلا
في تنمية البحث العلمي للتطوير والإنتاج، وعلى مدى 52 عاما من البناء نجدها اليوم ما تزال صرحا شامخا عديدا قد أدت أكلها ضعفين بفضل ربها. إنني لشديد الاعتزاز بمنح اليوم هذا الوسام الغالي، واعتبره وسام تقدير على صدر كل واحد منهم، مما يدفعهم إلى المزيد من العطاء بإذن الله تعالى، ويشجعهم على الاستمرار في نهج التطوير والتنمية. الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأردنية هي خطوة واحدة من حلقات عديدة تضاف لمسيرة طويلة ما شاء الله. الله يعطيك الصحة سمو الأمير. يعني كيف بتشوف موضوع التعليم؟ شو حكيت اليوم مثلا الجامعة الأردنية في إطار دعمك المستمر لقضية التعليم؟ لا شك أن التعليم أساسي، نعم، يعني أحد أسباب الرئيسية لنجاح الشعب الأردني الأبي هو يعني الثقافة العالية يتمتع بها. واضح منه أن من أيام المرحوم جلالة الملك حسين ولقاد المسير بعده جلالة الملك عبد الله الثاني، نعم، لا شك من تركيزهم على العلم والثقافة من الابتدائية إلى الثانوية مرورا إلى الجامعة، عملية مهمة جدا. ونرى الشعب الأردني معروف بثقافته، نعم، ولا شك بأن تماسك الشعب الأردني وحدته تحت لواء جلالة الملك لا شك بأنه هو مع كل الضغوط لتحصل شمالا وجنوبا وشرقا وغربا طبعا. الحمد لله، فيعني مع ذلك الشعب الأردني متماسك بقدر الملك الحكيمة. لا يمكن أن نتحدث مع الوليد بن طلال إلا أن نتحدث عن الأمير طلال. العلاقة، التواصل، ماذا أخذت من الأمير طلال، وخصوصا أنه أيضا هو محب وداعم أبدي للتعليم في العالم العربي. لا شك الأمير طلال هو القدوة. الأمير طلال هو أساس بداية عملي منه، هو مثل ما ذكرت لك أنا، مثل ما ذكرت في السابق أنا في كتابي، أنه هو أعطاني 30,000 دولار وأفلست مرة أولى، ثم أعطاني 30,000 دولار، ثم يعني أعطاني البيت وأرهنته، والحمد لله حققت لما حققته. فالأمير طلال تعرف القدوة، هو بالنسبة للعلم عنده شيء مهم جدا، فهو الأب الروحي. نعم. جامعة مفتوحة الآن هي متواجدة في الكثير من الدول العربية، وتفتح مراكز يعني بشبه سنوي طبعا في العديد من الدول العربية. والأمير طلال هو الأب الروحي أيضا لبنك الفقراء اللي طبعا الآن هو ابتدأ ينتشر في كثير من الدول العربية وحتى دول غير عربية كمان. نعم. فالأمير طلال لا شك أنه هو موسوعة تهتم في الثقافة والعلم والفقراء وكل ما هم في حاجته في العلوم العربية. تتواصل معها بشكل دائم، هناك نصائح، هناك مشورة، هناك استشارة تطلبها من صاحب السمو الملكي. لا شك الأمير طلال هو الأساس. نعم. والأساس في كل شيء الأمير طلال. نعم. نحن اتصال يعني مباشر معه دائما في كل صغيرة وكبيرة، وهو يعني يحفظ للأردن وجلالة الملك وجلالة الملكة أيضا مركز يعني في قلبه بحكم التعاون والتنسيق المستمر بينهما. ولا تنسى أنه جاءت الملكة نفسها كانت بحضور الأمير طلال فتحوا الجامعة العربية مفتوحة هنا. صحيح. من عدة سنوات. نعم. فلا شك العلاقة بين الأمير طلال والأردن ممثل بجاهة الملك وجاهة الملكة علاقة وثيقة جدا. وعلي أيضا أني يعني أستثمر وجودك معنا لأتحدث أيضا في حديث هام وشيخ، وبالنسبة لي شرف كبير أن أكون معك سمو الأمير، عن خادم الحرمين الشريفين. يعني عمك وعميد الأسرة، ويعني احكي لي علاقتكم مع. لا شك الملك عبد الله هو ليس فقط والد المملكة العربية الشعب السعودي، هو والد الأمة العربية والأمة الإسلامية والأب الروحي. انت يعني كما ترى كيف يهتم هو في كل قضايا المملكة السعودية وقضايا الأمة العربية وقضايا الأمة الإسلامية. فلا شك الملك عبد الله هو يعني له باع طويل في خدماته الإنسانية في كافة أنحاء المعمورة سواء الإسلامية أو العربية أو حتى العالمية. نعم. بستأذنك سمو الأمير فقط لفاصل قصير، ونعود لنسأل في قضايا أخرى عديدة وهي كثيرة مع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بعد هذا الفاصل. الحديث عن قصة النجاح الوليد بن طلال، قصة النجاح اللي ذكرتها في كتابك وتتحدث عنها، وأيضا في برنامجي وحب أنها تكون موجودة، من 30,000 دولار وانطلاقا إلى المجموعة المملكة. بتشوف أنه قديش كان يعني لو توصفها بكلمات صعوبة المسيرة، العرقيل، الكدمات، الجروح. لا شك أنت عندما تبدأ ب 30,000 دولار وتفلس بعد سنة ونص تقريبا، ثم يأتيك مبلغ إضافي 300,000 دولار وتفلس بعد عدة سنوات أيضا كمان وتفلس، وثم تأتي المرة الثالثة وترهن بيتك عند البنك، طبيعة الحال العملية ليست بشاقة واستنزافية، هي شاقة جدا واستنزافية. لكن الحمد لله بتوفيق الله بالمثابرة ودعم الوالد الأمير طلال يعني استطيع أن أحقق الكثير من أمنياتي ورغباتي في حياتي.
لو أردت أنك تحكي لأي شخص من الجيل الموجود في العالم العربي اللي بيحلم بسرعة الغنى وسرعة الثروة والنجاح، يعني ما المفاصل الهامة اللي ممكن تقول لهم ركزوا هون ما تركزوا هون؟ هو أنا نصيحتي لأي طالب في الجامعة الآن وعندما يتخرج، يعني يضع أمامه وجهة، يضع معه رؤية، نعم، ثم ينفذ تلك الرؤية بخطة محددة في المعالم ويأخذ وقته، نعم، لا يستعجل طبيعة الحال، لكن المهم التخصص في عمل محدد ويبدع فيه. هل يقلقك سمو الأمير أو يزعجك أو يفرحك، ما بعرفش المشاعر، أن يظهر سمو اسم الوليد بن طلال كل عام، الله يرزقك أكثر إن شاء الله، على قائمة فوربس كأثرى العرب؟ لا والله، أنا أشوف عملية الثراء هذه عملية من الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا سألني أحد الصحفيين، نعم، قال أنت يا وليد تهتم الآن تكون مثلا رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ قلت له يا أخي أنا عندي حلين، أنظر أمامي للواحد أو عشرة أو عشرين، أو أنظر ورائي من ناحية الغناء اللي الله أنعمني فيه طبعا. 6-7 مليار. فأنا قلت له والله أنظر ورائي 6-7 مليار شخص، أقول الحمد لله رب العالمين على ما أعطيتني في من نعمة اللي بإذن الله تعالى ستعود كلها إلى الأمة العربية والأمة الإسلامية. هي الثروة برأيك سمو الأمير أنه ما تصرفه، ما تعطيه للآخرين، قيمة العطاء، فكرة العطاء اللي أنت جزء، يعني هي جزء من شخصيتك؟ طبعا يا أخي ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده بل تزده، هذه خلصت الموضوع. نعم، لكن فوربس يعني الخبر لا يعني لك شيء كل سنة، ولا له قيمة عندي أساسا أبدا. نعم. أنا كنت بتحدث منيح، يعني أنا عجبني سمو الأمير بكل حب وتقدير فعلا كإعلامي أردني، أنه إجاباتك كإعلامي محترف تعطي الإجابة بالسرعة والرتم اللي لا. يعني يريح جدا عندما يكون إنسان صادق لا يحتاج التفكير أبدا. طبعا طبعا، السؤال عندما قدمتك هنا وفي الكويت في الملتقى الإعلامي العربي، كنت بتحدث عن الإعلام ودورك في الإعلام المستنير المتفائل المبتسم الإعلام العربي، وأنت واحد من صناع الإعلام المهمين في العالم العربي، كيف ترى الإعلام العربي اليوم؟ الإعلام سلاح فتاك، الإعلام هو السلطة الرابعة. لا تنسى بأن في أعظم دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية تم إسقاط أحد الرؤساء الأمريكيين بسبب الإعلام، نعم، بسبب جريدة اسمها واشنطن بوست طبعا. وإعلاميا فقط، فالإعلام سلاح مهم جدا، بالعكس هو يعتبر خدمة، نعم، للشعوب الوطن. واعتقادي حرية الإعلام، حرية الصحافة عملية مهمة جدا طبعا. هي السلطة الرابعة ليكون داعم للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية طبعا. فأي دولة مثل الأردن مثلا عندكم حرية الرأي هنا، حرية الفكر عندكم، الصحافة هنا عندها حرية، مساحة كبيرة من الحرية، نعم. هذا أعتقد شيء أحد أسباب نجاح الأردن حتى بقلة موارده الغير بشرية. نعم سمو الأمير، هل فكرة روتانا، مجموعة روتانا، هذه القنوات اللي مش بس انترتينمنت وتسالي ومنوعات، هي في أيضا قناة دينية وقنوات تربوية، يعني ما الدافع، ما الحافز الذي كان وراء إطلاق روتانا ومجموعة القنوات؟ والله هي يا مجموعة روتانا طبعا ضمن فيها الخليجية الآن، وفي رسالة طبعا. والآن على نحن على مشارف إطلاق قناة العرب الإخبارية، الإخبارية نعم. هي منظومة إعلامية كاملة متكاملة، فيها طبعا يعني تتطرق من الأمور الدينية والأمور الثقافية والأمور المتعلقة في الخليج العربي والأمور الإخبارية الآن، فهي نحن في حاجة لأن يكون عندنا إعلام قوي جدا من العالم العربي حتى نواجه فيه الإعلام الغربي طبعا. لأن بعد الإعلام الغربي يشوه في الإسلام والعرب والمسلمين طبعا، فحنا لازم نواجههم بما لدينا من طاقات إعلامية ودعائية وإعلانية. يعني الحديث يوجه لك، وأنا بحكي معك بصراحة سمو الأمير، الحديث يوجه لشخص بحجم ومكانة الوليد بن طلال في العالم، لماذا لم يتم العمل؟ يعني بعد 11 سبتمبر أنت توجهت إلى نيويورك للتبرع حتى وللمساهمة وتحسين الصورة، لكن ما زالت الصورة مشوهة. دورك كشخص لك مقدرك واحترامك في العالم، تقول آية إن الله يغير ما في قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعم، نحن لا شك نحن شو صورة العرب والمسلمين مشوهة في الغرب طبعا، لا شك، لكن احنا علينا عن أشواط كثيرة من العمل والأداء لتحسين وجهة نظر الغرب عننا وحتى العالم. فلا شك أن الغرب يبالغ بعض الأحيان بدمغ بعض الأمور في كافة أمور الإسلامية والعربية، فحنا لدينا مهمة كبيرة أنا وكل مواطنين العرب والمسلمين لتغيير تلك وجهة النظر بالعمل الدؤوب والدائم لتغيير تلك وجهة النظر. نعم. نحونا هل يعني بالإعلام، أنا بجوز واحد كنت معني في قصة الصورة النمطية المشوهة في السينما وفي الإعلام للعرب، قديش أنت قادر من خلال روتانا ومن خلال المجموعات فعلا أنه الوليد بن طلال يكون له دور فاعل في
في تحسين صورة، وبالذات بالمناسبة الصورة ليست للفلسطينيين فقط، للخليجيين، للسعوديين في كل مكان. طبعاً هي منظومة، يعني احنا أنا قلت لك يعني إن الله يغير ما في قومه حتى يغير ما في أنفسهم، نحن لازم نغير في نفسنا أشياء كثيرة، احنا عندنا أخطاء كذا نحن كعرب كمسلمين، لكن مع ذلك يعني احنا الدمغة اللي تتم من الغرب بالذات بالغرب العالم الغربي للدول العربية والإسلامية يجب أن تتغير، لكن تتغير ضمن يعني يعني الانخراط فيه والاندماج معهم وإعطائهم وجهة نظر حقيقية عن العرب المسلمين. الإسلام هو السلام، يأتي من كلمة طبعًا. سلام. طالما أننا حكينا عن الإسلام يعني بحاول أستكمل عناوين كثيرة بالعجالة. أنا بدعو سمو الأمير بجوز كإعلامي متابع يومي لما يحدث في الأقصى منذ أكثر من 6 أشهر، أكثر عملية انتهاكات تمارس ضد الأقصى بغياب ما سمي بالربيع العربي، العرب مشغولين بما أسموهم الربيع العربي، إنه تنظر كيف تنظر إلى الأقصى، كيف تقول كلمتك فيما يجب الأقصى، حتى فيما يتعلق بالسيادة الهاشمية الأردنية على الأقصى بدهم يسحبوها كان. الأقصى وأول القبلتين ثلاث الحرمين. طبعاً. وأنا زرت للتو صديقي الرئيس أبو مازن في رام الله. صحيح. طبيعة الحال تكلمنا على الأمور فلسطين كلها وأمور الأقصى، وطبيعة الحال أبلغني يعني الأخ أبو مازن يعني موضوع إنه تعود القدس بالأقصى كعاصمة لفلسطين عملية محسومة هذه. نعم. مثل حال احنا يعني لازم نتكاتف كلنا. صحيح. كعرب، ولا شك موقف الأردن بالتعاون الواضح ودعم القضية الفلسطينية، وانا بلغني مازن شخصيا قال لي انا الدعم الاول لي في الأمم العربية هو جلالة الملك عبد الله الثاني. نعم. طبعا ناسك من جوار الأردن مع فلسطين يعني يعطي مسؤولية كبيرة للأردن لفلسطين للتعاوض مع بعض والتعاون، ولا شك بان انا سمعت من نفسي من الشعب الفلسطيني كثير من افراده ومن رئيس فلسطين نفسه كيف يرى انه دعم جهه الملك عبد الله الثاني كيف هو يعتبر دعم كبير وقوي له في القضيه الفلسطينيه في مواجهه المعتدي المحتل الصهيوني. هل سمو الامير برايك العرب اضاعوا البوصله، صاروا يعني disoriented مش عارفين لأي اتجاه يذهبوا، خصوصا انه بيعتقدوا انهم الان بربيع ويزهون بها؟ هو انا لا اؤمن في اساسا اسمه ربيع العربي. نعم. هو هذا شتاء عربي او خريف او سحابه انقشعت. طبعا. لا شك بان كل الدول العربيه اللي وقع فيها الخريف العربي كلها فشلت، وفشل الربيع العربي لا شك او ما يسمى الربيع العربي. نحن الان يعني في واقعيه العرب، نحن لازم نصحى لنفسنا، نقوم بإصلاحات داخلية سياسية اقتصادية اجتماعية حتى نتجنب ما يسمى بالربيع العربي اللي أثبت فشله في كل الدول اللي قامت فيها تلك ما يسمى الثورات. نعم. أعود للوليد، هل النجاح قرار سمو الأمير؟ هل ممكن لبني آدم لشخص يقرر أن أنجح فينجح؟ لا، هو كل إنسان يبغى النجاح، أي شك لا شك من أي شخص يبغى النجاح بطبيعة الحال، لكن لا شك بأنه يعني الله سبحانه وتعالى يعني يلعب دور كبير في الشهادة، وأنا أعتقد في مقومات كثيرة للنجاح، إنه يجب الإنسان يكون عنده رؤية، يكون عنده خطة وعنده عملية تنفيذ لما يرغبه. كان عندك خطة؟ يعني وضعت خطة في حياتك سمو الأمير وأنت طالب، أو قلت لوالدك سمو الأمير طلال إنه والله أنا بفكر بهذا الاتجاه ومشيت على التراك، يعني خارطة الطريق لو صح التعبير؟ والله أنا يعني بصراحة من زمان كنت أنا عندي رؤية، لكن اللي أنعم علي الله سبحانه وتعالى فيه ما في شك أنه أضعاف مضاعفة اللي كنت أتوقعه. نعم. ولا أقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أنك أنت جعلتني أكون في المملكة السعودية بلاد الخير في 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 وقت الخير، الحمد لله رب العالمين. مساحة الحظ في حياتك، أو هل تؤمن أصلا بالحظ؟ أنا أؤمن يعني ببركة الله سبحانه وتعالى، بعض الناس يسمونه حظ، أنا أسميه بركة الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للشباب اللي بيعتقدوا بالحظ، إنه ممكن يعتقدوا إنه الشتاء السماء راح تمطر ذهبا وفرص، أنا أؤمن بما في شك إنه من جد وجد، ولا شك من بركة الله سبحانه وتعالى عملية أساسية لا شك لا شك. إيش بتشوف الآية القرآنية وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين دستور للعمل بمعنى الإتقان الجودة الكواليتي؟ ما في شك، وأنا يعني لئن شكرتم لأزيدنكم أيضا، يقول هذا من فضل ربي. طبعا. لا شك بأن الله سبحانه وتعالى يعني الدين الإسلامي فيه الكثير من الميول الرأسمالية، وأيضا فيه ميول اشتراكية، مثلا الزكاة عملية اشتراكية، والآية القرآنية لئن شكرتم لأزيدنكم هذه يعني آية فيها بوادر رأسمالية، فالإسلام مزيج ما بين الرأسمالية والاشتراكية، الإسلام يعني دين متكامل. طبعا. لذلك احنا عندنا واجب كبير لإبلاغ الغرب عن حقيقة القيم الإسلامية اللي هي يعني متعدي جدا ما في الغرب من شؤون رأسمالية أو اشتراكية.
عفوا صاحب السمو. فاصل آخر ونعود بعد هذا الفاصل في هذه الحلقة من حوار مع كبار وسمو الأمير الوليد بن طلال. الحديث عن شخصيتك المتواضعة، الكل بيحكوا تواضعك وقربك من الناس، لكن مع موظفيك في الفنادق، في المجموعة، المملكة، في كل القطاعات اللي اشتغلها، كيف تتعامل؟ هل هناك الصرامة المركزية في القرار؟ يعني يا ريت تحكي لنا، لأن هذا جزء درس أرضي. أول شيء أنا لا أستعمل كلمة موظفين عندي أبداً. أنا أسميهم أعضاء المؤسسة وأعضاء الشركة، وأنا من أقل موظف عندي أكبر من أعتبره صديق لي وأخ، أخ أو أخت لي أنا. ولا شك إن إحنا يعني الصرامة موجودة، الصرامة طبيعة الحال. لا ولا 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 مركزية موجودة. لا مركزية. طبعاً لأن أنت عند بالطريقة اللي تدار فيها تلك الشركات والمؤسسات لابد تعطي صلاحيات. ناس تثق فيهم وتحاسبهم. نعم. أكيد. تترك مساحات للآخرين إنهم يعملوا. طبيعة الحال، أنت مستحيل شخص واحد يدير العملية كلها هذه. يعني غير وارد نهائياً. لكن تختار الناس الكفؤ وتضع الشخص الكفؤ سواء رجل أو مرأة بالمكان المناسب. هل طعنت من مكان لم تتوقعه سمو الأمير؟ والله نادراً، لأن بصراحة يعني الكثير من أو معظم الناس اللي اختارهم يعني قبل أعطاهم الصلاحيات. أنا أقول الثقة تكتسب لا تعطى. نعم. فيعني لابد أنه يكسب ثقتي وتكسب ثقتي ذلك الموظف تلك الموظفة أو ذلك العضو تلك العضوة قبل ما أعطيهم الصلاحية. هل هي الفراسة اللي حتى معروف عن الأمير طلال، معروف في قصة أنه يقرب رجال، هل هذه أخذتها؟ وهل عندك قدرة سمو أميرك تقرأ بهذا الرجل أنه كاذب؟ من تعرف يعني الأمير الوليد أكثر من أكثر رجال العالم المحاطين بنفاق، يعني هذا شيء بالطبيعي انه الناس بتجد انه ينافقون الامير الوليد الرجل المعروف، نعرف. فهل عندك القدره؟ والله شو انا نفاق لا مكان له عندي، حتى في مجالس الاداره اللي انا راسها دائما، انا دائما اقول يعني اللي مؤيد فكره نظري وجهه نظري ارجو لا يتكلم. اللي يعرضها امل ان يبوح يتكلم بها. طبعا يتكلم، لان اؤمن في الديمقراطيه. الديمقراطيه على فكره يهمنا في الشورى. الاسلام في شورى يا اخي، احنا طبقنا الاسلام بحذافيره أعمق جدا من مبادئ الغرب والديمقراطية. نحن عندنا الشورى جاء قبل الديمقراطية بأكثر من 1000 سنة. أساس الديمقراطية هي المغنى كارتا، هذه من 500 سنة تقريبا. بينما الإسلام عندنا الشورى، نحن لو طبق بحذافيره الشورى وأعمق كثير من موضوع الديمقراطية. فنعم أنا عندي الشورى وأما في النقاش والحوار، وأنا أحب الرأي الآخر دائما. بعض الحملات اللي بتهجم على سمو الأمير من مكان، يعني وأنت تدرك ذلك، إنه بعض الأحيان في الإعلام وأصحاب أجندات خاصة بيفتحوا النار على نحو ما، هل يتسع صدرك؟ هل تحاول أن تقرأ؟ يعني أو من رأي الآخر طبيعة الحال. نعم. يعني نحن مشكلتنا في الأمة العربية، الشافعي قال رأيي صحيح يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب. نحن للأسف في الأمة العربية. نعم. لا نقبل رأي الآخر. يعني المفروض يعني الشورى يفعل أكثر، المفروض النقاش والحوار يفعل أكثر، بحيث يعني يكون رأي المجتمع يعني مسموع. طبعاً. بحيث يعني يعكس قائد الدولة أو رئيس الأمة أو ملك الأمة يعكس وجهة نظر الشعب، لأنه الرأي الواحد دائماً خطأ. يعني سماع الرأي الآخر مهم جداً. نعم. لدمج الشعوب العربية في قرارات الحكام مهم جداً هذا. نأمل أن نصغر الأشياء. أنت ديمقراطي سمو الأمير بطبعك بصراحة؟ أنا 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 شوري ديمقراطي. نعم. ديمقراطي بالمعنى انك تعطي فرصه للاخرين لا شك يعطوا لا رايهم لا شك دون لا شك. بطبيعه الحال يا اخي نحن يعني هذا اساس النجاح، انك تسمع الراي الاخر. يعني راي الواحد دائما يعني حتى كان صوبه هو خطا. نعم. لازم تسمع، يعني قد تنجح في مره واحده او مرتين ثلاثه، لكن تنجح دائما تلاقي الدول اللي فيها قرار مكتوم بين افراد محدودين، لا تلاقي دوله نجاحها يعني ضئيل، احتمال نجاحها ضئيل جدا. وانا بشوف على طيارتك اسم الطائره خالد وريم. اسماء ابنائك. نعم. علاقتك بابنائك كيف؟ علاقه الحمد لله، يعني هم الان كبار ومتزوج وعندهم اولاد، وعندي احفاد منهم انا. لكن نجتمع احنا يعني شبه يعني كل 3 أيام او يومين نجتمع مع بعض في جو اسري عائلي. وأنا مهما كان عندي ارتباطات عملية، الارتباط الأسري أساسي وغير قابل نقاش الحوار عندي أبداً. بتعلم منك خالد سمو الأمير خالد؟ ما في شك. يعني في أشياء بتحس إنه فعلاً بيحاول
ينهلها ياخذها من سموك؟ ما في شك يعني انا يعني العلاقه بيني وبينه علاقه يعني وديه جدا ابعد حدود، ما في شك. نعم، تاخذ اجازات عائليه بشكل دائم ويعني بوقته، ما بتفضل العمل على ال؟ والله انا يعني انا اجازه معنى اجازه ما عندي اياها بصراحه، لا اعترف بها بصراحه. نعم. ابدا اجازه معنى اجازه لا ما عندي اياها، لا اعترف بها حتى لو الابناء قالوا بدنا نسافر، بدنا نروح لنا محل، بدنا نروح. يعني يسافر معي لكن العمل مستمر في اي مكان اروح. ما في شك. كم ساعة بتنام سمو الأمير؟ أنام 5 ساعات، دام بعد الفجر إلى الساعة 10 بس يومياً ويكفي 5 ساعات؟ لا كافي الحمد لله. أين سنرى الوليد بن طلال في قطاعات جديدة، في أماكن جديدة ضمن المملكة وضمن هذا النشاط التجاري الاقتصادي الكبير في العالم؟ والله أنت عارف شركة المملكة القابضة مستثمرة في أكثر من 40 دولة في نطاق العقاري والبنكي طبعاً. والفندقي يعني نطاقات كثيرة، ومستوى بن طلال الخيري الحمد لله متواجد في أكثر من 85 دولة. الحمد لله عطينا شتى أنحاء المعمورة، لكن مع ذلك الإنسان يطمح الأفضل، يطمح الأحسن، يطمح لخدمة مجتمعه ودينه ووطنه أكثر. فأنا أعتقد لا يعني كما ذكرت لك أنه أي إنسان يعتقد أنه وصل إلى خط النهاية فهو انتهى. سؤالي الأخير بالتقدير الكبير لهذا الحوار الممتع بالنسبة لي وأكيد بالنسبة للجمهور، ماذا بقي للوليد بن طلال أن يحقق من أحلام؟ بقي الكثير. الإنسان إذا اعتقد وصل إلى النهاية انتهى أكيد. لا أي إنسان يعتقد وصل لمرحلة النهاية انتهى. الإنسان يجب أن يعني يستمر في الإنتاج والأداء لخدمة أمته ومجتمعه ووطنه ودينه طبيعة الحال. نحن لما انتهينا. كلمة أخيرة لكل الجمهور الأردني اللي بتابعك وبحبك وبحب السعودية بالمناسبة، علاقة خاصة جدا بيننا كشعب والقيادتين جلال سيدنا وخادم الحرمين وأنتم أيضا. أنا أقول الجمهور الأردني والشعب الأردني الشقيق الحبيب، أنا أتيت هنا يعني من فترة وزرت العقبة وعمان والبحر الميت والبتراء، وشك أنه شعب أنتم أبي مخلص لمليكي، وأنتم حظوظين وجود جلالة الملك مثل الملك عبد الله، وتأكدوا نحن أي شيء ممكن في الشعب الأردني نحن جاهزين ومستنفرين كل وقت. في استثمارات للمملكة في الأردن قريبا؟ عندنا استثمارات كثيرة، عندكم استثمارات فندقية لكن نحن دائما ننظر للاستثمارات ما في شك. يعني الأردن أكيد على الخارطة، والاستقرار والأمن اللي موجود في الأردن الآن يعني يسمح لأي مستثمر المجيء هنا، فقط ليس فقط محلي بل حتى إقليمي وعالمي. بدي أشكرك شكر جزيل لهذا الحوار فعلا اللي أمتعني وأكيد راح يمتع جمهورنا في كل مكان. وأنا يسرني أكون في الأردن وبالذات التلفزيون الأردني، ونحن أي وقت أي شيء يخدم الشعب الأردني نحن جاهزين دائما. شكرا صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، وأنتم شكر الجزيل لكم ولمتابعتكم هذه الحلقة من حوار مع كبار مع الأمير الوليد بن طلال من عمان. أنا هان بدري أحييكم، إلى اللقاء.